وطنية لتكون جهة الشرق آخر محطة ليكون الكتاب مثلا إن شاء الله. وهذا المنتدى اللي فيه المرة الأخرى استمرار التجمع الوطني الحرار وشبيبة التجمعية في دينامية التواصل والقرب والإشراك مع الشباب ومن خلاله مع المواطنين. والمنتدى هذا في كيجي هذا الأسبوع اللي احنا مازال كنصدوا وكنعيشوا أجواء ديال الاحتفال بالذكرى 23 لتربع جلالة الملك حفظه الله على 10 سنين من العالمين. وهي الذكرى اللي كنستمر بها لكل فخر واعتزاز الإنجازات والمكتسبات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي خلت بلادنا اليوم عندها موقع وعندها تأثير محيطها الإقليمي والدولي وخلتنا كمغاربة نعتز بملكنا وبوطننا. عندنا الشباب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما تبعتم معنا كان عندنا المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية واللي كان دارج في إطار المنتديات الجهوية اللي كتشرف عليهم الفيدرالية الوطنية. وكانت هاد المحطة ديال اليوم هي آخر محطة من المنتديات الجهوية اللي كانت انطلقت من جهة الدخلة والذهب واللي كذلك انضمت في مختلف جهات المغرب. واليوم كان الختام في جهة الشرق اللي هي كما كتعرفوها هي منبت الأحرار.
هذا المنتدى اللي كيأكد مرة أخرى استمرار دينامية التواصل والإنصات والقرب من المواطنين والإشراك للمواطنين من طرف التجمع الوطني الأحرار وكذلك من طرف الشبيبة التجمعية اللي كذلك غادي في نفس النهج اللي عليه غادي عليه الحزب اللي هو نهج ديال التواصل والقرب من المواطنين. وهذا المنتدى اليوم كيتزامن مع هذا الاسبوع اللي حنا مازال كنعيشوا الاجواء ديال الاحتفال بعيد العرش المجيد واللي هي مناسبه كنستحضروا فيها بكل فخر واعتزاز الانجازات والمكتسبات والاصلاحات اللي عرفتها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بقياده جلاله الملك واللي هي اصلاحات كتخلينا اليوم كمغاربه كنفتخروا بوطننا وكنحسوا بان فعلا هاد 23 عام كان فيها تحول كبير في المغرب واللي حنا كنشوفوا بانه المغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح وكذلك ان هاد الاصلاحات خلتنا كشباب كنعيشوا الحاضر باطمئنان وكنشوفوا المستقبل بواحد التفاؤل كبير خاصه في هاد الظروف اللي كنشوفوا مجموعه من الدول في العالم انظمه قويه اللي بدات كتنهار ولا كتواجه صعوبات ولكن الحمد لله بلادنا بفضل حكمه جلاله الملك وكذلك تعبئه كل المكونات وكذلك النضج المغاربه اصبحنا نواجه كل الظروف وبلادنا الحمد لله غاديه من حسن الاحسن. ايضا هذا اللقاء كان فيه تاثير للشباب وخاصه واننا احنا مقبلين الشهر غشت المقبل على تنظيم جامعه وطنيه جامعه صيفيه اللي غادي تكون في مدينه اكادير وكذلك كان هذا اللقاء مناسبه للتواصل وطرح مجموعه من القضايا اللي كتشغل بال المواطنين خاصه وان المواطنين اليوم كيواجهوا بعض الصعوبات في الحياه ديالهم نتيجه ارتفاع الاسعار اللي نتجه على استمرار التداعيات ديال كوفيد وكذلك التداعيات ديال الحرب الروسيه على اوكرانيا والظروف ديال المناخ وندره المياه الى غير ذلك فكل هذه الامور خلت المواطن كيعيش وكيواجه صعوبات وايضا انه هذا في ظل هذه الصعوبات كنشوفوا بانه كاين مجهود حكومي كبير كتقوم به الحكومه لتنزيل البرنامج ديالها وكذلك لمواجهه الاثار ديال هذه الازمه من خلال اتخاذ مجموعه من التدابير وبالتالي فكان هذا اللقاء للتواصل لتاثير المواطنين وكذلك لابراز المجهود الحكومي لمواجهه هاد الظروف هذه لان مع الاسف كنشوفوا الحكومه كدير مجهود ومن جهه اخرى كنشوفوا بعض يمكن نسميهم الخصوم السياسيين او غير ذلك او الناس اللي باغيين يستهدفوا هذه التجربه ويشوشوا عليها كيطلقوا بعض الحملات بعض الهاشتاج واللي احنا عارفين بان يعني بغض النظر شكون مور هذا الشيء ولكن كاين بعض المواطنين اللي انخرطوا في هذه الحمله ببراءه بحسن نيه اللي كيعبروا على حجم الصعوبات اللي كيواجهوها وبالتالي فكان هذا اللقاء فرصه باش نوضحوا مجموعه من الامور وكذلك نبينوا المجهود اللي كديروا الحكومه لدعم القدره الشرائيه لان ما يروج بان المواطن كيواجه صعوبات والمواطن كيتكوى والحكومه ما مسوقاش فهذا كلام غير صحيح حنا كنشوفوا بان الحكومه اتخذت مجموعه من التدابير لمواجهه الاثار ديال هذه الازمه من خلال دعم الرفع من الميزانيه المخصصه لصندوق المقص اللي وصلت دابا 32 مليار درهم باش يستقر الثمن ديال البوطه وديال الخبز وديال السكر اللي ما عرفناش حتى شي زياده في هذه المنتوجات وكذلك الدعم ديال السياحه الدعم ديال التنقل الدعم ديال الضحايا ديال الحريق الدعم للفلاحه لتجاوز الاثار ديال الجفاف كذلك كاين الدعم ديال المكتب الوطني للكهرباء باش ما تزادش الفاتوره ديال الاستهلاك على المواطنين وبالتالي كاين الالاف ديال الملايير السنتيم اللي الحكومه كتوجههم لدعم المواطنين والقدره الشرائيه وتخفيف المعاناه ديالهم مع الحفاظ على تنزيل البرنامج الحكومي كما هو لان كاين رفع من الميزانيه ديال القطاع ديال الصحه ديال التعليم ديال خلق فرص الشغل وبالتالي وبدينا كنشوفوا بانه التنزيل ديال البرنامج الحكومي البرنامج الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه لمجموعه ديال المراسيم كذلك الاصلاحات اللي كنشوفوها في التعليم في الصحه واللي غادي يبدا المواطن يلمس هذه الاصلاحات في الاشهر المقبله لان هذه الاصلاحات الكبيره ما يمكنش تعطي الواقع ديالها على الحياه ديال المواطن اليوم وانما هذه اصلاحات كبيره واللي كتطلب الوقت لان حتى هضرنا بان اليوم الثقه اللي وضعوها المواطنين في التجمع الوطني الاحرار وعلى البرنامج ديال التجمع الوطني الاحرار واللي هو اليوم البرنامج الحكومي واللي موضوع التعاقد ما بين المواطنين وما بين الحكومه او لو بين الحزب فهذا عقد يجب ان يحترم لان المواطنين صوتوا بقناعه اختاروا الحزب اللي غادي يمثلهم وما خضعوش لشي ضغط او غير ذلك ولكن اتفقنا على واحد الاجل ديال 5 سنين العقد فيه الاجل ديال 5 سنين اللي الحكومه ملتزمه انها او الحزب ملتزم انه غادي يوفي بالثقه للمواطنين والمواطنين كذلك منحوا لنا الثقه
لذلك فمن هنا لسنة 2026 إن شاء الله يمكن غندير واحد التقييم وغادي نشوفوا بأنه الحكومات خذت على مجموعة ديال المشاكل في المغرب اللي ما غنلقاوهاش إن شاء الله. وإذا كان التواصل وكان توضيح مجموعة ديال المغالطات، وكنتمناو أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذه الحكومة، يوفق الجميع لما فيه الصالح العام. وكذلك هضرنا في هذا المنتدى على الخطاب الملكي الأخير اللي كان وجه نداء لأبناء هذا الوطن للمساهمة في بناء مغرب الكرامة، مغرب التقدم، واللي هذا النداء الملكي احنا الشباب التجمعية تجاوبنا معاه ونظمنا هذا المنتدى حول موضوع ديال شباب الأحرار معبؤون لبناء مغرب الكرامة والتقدم، تفاعلا مع الخطاب الملكي. وحنا دائما الشباب التجمعية كنتفاعلوا مع الخطب الملكية وهي المرجع ديالنا، وبالتالي فإن شاء الله كنتمنوا ان هاد بعد هاد الظروف انها غادي تزيل وترجع الامور للطبيعه ديالها، باش المسيره ديال التنميه اللي كتعرفها بلادنا بقياده الملك تقدم، وباش المواطنين تخفف عليهم هذه المعاناه وتحقق التنميه في بلادنا. وشكرا لكم. هذا المنتدى الجهوي لشباب التجمع الوطني الاحرار هنا بمدينه النضور هو اخر محطه في مسلسل المنتديات الجهويه التي تمت عبر كل جهات المملكة، وناقشت عددا من الملفات ذات الطبيعة الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل بلادنا، وبصفة خاصة كل الملفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية. هذا الورش التاريخي الذي فتحته بلادنا بمبادرة من جلالة الملك وبتعبئة كبيرة من طرف الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع هنا في المنتدى الجهوي لجهة الشرق. تم اعتماد الخطاب، خطاب العرش والمحاور التاريخية التي أثرها جلالة الملك وتطرق إليها كعناوين للمرحلة السياسية المقبلة التي ستدخلها بلادنا. وركز المنتدى بصفة خاصة ضمن محاور أخرى على دعوة جلالة الملك لتنقيح وتجويد مدونة الأسرة والعناية بحقوق المرأة وقضايا الاستثمار، وبطبيعة الحال كل ما يرتبط بالرعاية الاجتماعية. نقاش مهم هادئ وصريح تم فيه الاستماع إلى تدخلات ممثلي كل الأقاليم وبلورة الخلاصات والنقاش الذي عبر عنه المنتدى الجهوي في دعوة صريحة للحكومة للمزيد من العناية بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق. إذا التجمع الوطني الأحرار يستعد لتنظيم جامعة صيفية في بداية شتنبر في مدينة أكادير، والخلاصات ديال هذه المنتديات سيتم من جديد عرضها هناك، لأن التنظيمات الشبابية الهدف منها هو فسح المجال لشباب بلادنا ولنخب البلاد الشابة من أجل تقديم مساهماتها في كل القضايا التي نستعد في المملكة المغربية للارتقاء بها. النضور غتكون إن شاء الله محطة مهمة، والإسهامات ديال الشباب كانت في المستوى رغم ظروف العطلة ورغم ظروف الحرارة. حقا استمر اللقاء بمسؤولية بنضج، ولكن أيضا بجرأة وبشجاعة في طرح الأفكار. عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار، تأمت الشبيبة التجمعية بجهة الشرق اليوم في منتدى هالجهوي اللي تدخل في إطار سلسلة المنتديات الجهوية الـ12. كانت هذه آخر محطة اللي تنظمهم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تمهيدا للجامعة الصيفية اللي غتحتضنها مدينة أكادير بمناسبة الدخول السياسي في شهر شتنبير. تعرفوا أن هذه المنتديات مواضيعها الأساسية هي تبحث في تكريس الدولة الاجتماعية،
وعرفات هذا المنتدى هذا ديال جهة الشرق تزامن مع الذكرى الغالية ديال تربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، وكانت فرصة أيضا أن جميع المناضلين الشباب التجمعيين يتمنوا مضامين خطاب جلالة الملك في ذكرى عيد العرش، واللي أعطى يعني الضوء الأخضر يعني إصلاح مدونة الأسرة وإعطاء حقوق المرأة والأسرة والرجل أيضا يعني المكان اللي خصها في إطار رؤيته رؤية جلالته المتبصرة لمغرب حداثي وتقدمي. وأيضا تمنا الإخوان الحاضرين يعني المضامين اللي جات في هذا الخطاب اللي تتشجع الاستثمار واللي تتلاقى يعني وتتقاطع مع مضامين يعني البرنامج الحكومي اللي جاء بميثاق استثمار جديد واللي تسعى إلى يعني أننا تكون عندنا واحد العدالة مجالية على المستوى الاقتصادي، وهذا اللي احنا أشرنا ليه كأعضاء المكتب السياسي يعني في ضوء أن هذه الجهة خصها يكون عندها واحد تكامل اقتصادي مع جهات أخرى ومن ضمنها جهات فاس مكناس، وأيضا خص تكون تحقق واحد الإقلاع اقتصادي يعني اللي يعطي للمغاربة مغرب جديد. شكراً.